إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأنقذت أن كتابك الأصول الثلاثة عيسوك أن هذا الكشيط يرئي أعلم أبو رحمك الله الله كن حريست أنه شان يجب علينا كرك أنه واجب حقوه تعلم أربع مسائل، مسألين أفر لبرشدود الأولى مسألة أبوها الرئيضة العلم وعلمك، علمك واجب نبيه، وهو علمكنا معرفة الله وإلهي قرشديس ومعرفة نبيه الله نبيه قرشديس ومعرفة دين الإسلام دين كإسلام كقرشديس بالأدلة أدلنا اللغو قرطو. الثانية مسألة الله بيضا العمل وإن لغو تقمو به بالعلم علمك. الثالثة مسألة صدحة أيضا الدعوة ويرستك الله يرو إليه إلى المذكور وإن لصوش إدتك الله يرو ومن العلم والعمل. الرابعة مسألة أفريضة الصبر والدلقات على الأداء نبك الله الدلقات اللغو صبر فيه في الدين دينك الله يسكت لبا ودليل دليل كتوسا أفرتبا قوله والله قول كيسا تعالى الله وصر إياه إلى أولي سبحانه والعصر وقت كان كبارتي إن الإنسان إنسان كدما أنتيس لفي خسر خسار أيوكو سبيه إلا الذين تبكي أماهن آمنوا حقر كميين وعملوا عمل فلين الصالحات أعماش ورواناكسا وتواصلوا اسكتر بارمين بالحق حقا وتواصلوا اسكتر بارمين بالصبر صبر كي يطلقاتك. قال الشافعي إمام الشافعي وغير رحمه الله لو ما أنزل الله الله حدوسا سيدة جرهين حجة وحجة على خلق مخلوق سوسا كو سيدة جرهين إلا هذه الصورة صورة معهن لكفتهم بطك وعاكو في النار الصورة. وقال البخاري إمام البخاري وقل رحمه الله باب هذا كان باب وباب العلم إوح لبرتا قبل القول هذا الكويكه الرئيسا والعمل عمل كنواكه الرئيا والدليل دليل كتوسان قوله والله هذا الكيسة تعالى الله واصر إياه. فاعلم أبو أنه شني لا إله مثل عابد حق حق ماهن إلا الله الله ماهن واستغفر نافذ الضلب لذنبك ذنبك فبدأ الله بالله بالعلم إيوه لبرته قبل القول هبل ككهر إيا والعمل عمل ككهر. اعلم أبو رحمك الله الله كن حريسته أنه شاني يجب وحاك ويجب علينا كركينا تعلم أربع مسائل مسألين أفر لبرشدود وإن أدغيت أفر مسألة إلا برتا واجب إن انتحي أفر مسألة وخلاصة الدين كل دين كوردان خلاصة دي سوي ودينه بكبه ما صدح أفر تاس أفر تاسو سيهوس قال الدين وقاموبا وخلاصة أجائب له ألولا مسألة وأموها الرئيضة العلم ووحبر الشبع واجب كي يقف والبعلمه قف والب علمه واجب أي كي يهي علمه مكة وقيب سما علمه وقيب سما غرأو قيب سما علمي أو عيني أو فرط العين أو واجب كيسو واجب عيني يؤيهي أو قف والب لغا ربا إنو برطو إيا علمي
وجوبكيس او ياهي كفائي فرض الكفائي او معناها دد كاستو مسلمين او ميل دغن دد يقان ان لغا هلا واجب اه علمي غبرشدي سو لبداس او قيب سما علمي وعلمي او وجوبكيس او ياهي وجوب عيني اه وواجب وجوب عيني waxaa loo jeedaa qof kasto waajib ku yahay inuu barto qof ka kaafinaya uga filanna ma jiro dadka oo dhan haday bartaan adigu aadan baran adigu waa dambaabe adigu waa dambaabe ilmu waa ilmu nuucaasa ilmina waa waajib oo wajibkiisu uu kifaa'i yahay oo dad kasto oo muslimiin oo meel degan dad yaqaan in laga helo la raba haddii magaalo kasto qof yaqaan laga helo inta kale qoomin dambigu waa ka dhacaa ku dambaabi maayeen marka ilmiga oo wajibkiisu uu yahay wajibka ayniga ah waxa qaacido iyo aasaas u ah hadalkii imaam ahmed uu yiri wa ilmiga wuxuu yiri ma yaqumu bihi diinuhu wa waxa qofka diintiisu ku istaagaydo waxa qofka islaamnimadiisa ay sansi sax u sugnaanay ilaa u barto kaasa la yiraahdo wajib ayni ah ilmigaas waa ilmi waajib ah oo barashadiisu ay qof kasta ayn ahaan iyo daatan ugu waajibaydo imaam ahmed ayaa wuxuu yiri markuu sheegayay yajibu an yatluba min alilmi ma yaqumu bihi diinuhu waxa qofka waajib ku ah inuu raadiyo waxa qofka diintiisu ku istaagaydo مركز ساليري نوقح وصيفة فاهي حاد أولاكي ده مركز وغيري الذي لا يصعه جهله ووح أي سنقفك السنة بأبو الصورة قاله إنه واسع نقول كريم إنه كيكيه النقضه صلاته صيامه ونحو ذلك سيدا صلاة ديوكالي سيدا صوم كيوكالي إيا وح الله متها مركز وح أقفك إسلام نبديس كو استاغيدو سيدا أصول الإيمان إنه إلهي برتو إنه النبي برتو صلى الله عليه وسلم إنه برتو دين تي إسلام كحالة إلى الدين إسلام إنه برتو دهارة دي إلا حدو سن دهارة بران أو سن دهارة أقول النجاس إيا وح سيدة الله إسكاقام ما يرأو سن أقول أو سن أقول الجنابو إيا سيدة الله قبايستو أونغبه بي قران حي إيا سيدة الله قبايستو حد سلاة بك أنصيح من وإن مركة دهارة دي قف والبو وإنه برتو وأن قف وبابرت سيد الله كما النبي تكجري صلى الله عليه وسلم صلاة وحي كو انصحي وحي كبريدو وأن قف وبابرت صوم كو وحي كو انصحي وحي كبريدو مركا علمي نوع عاصة وحي اللي رهد وعلمي وعيني ومعناها وجوب عيني وياه برشاديس وواجب برشاديس وعيني وقف وبالغاها محرمات كي وكالي قف كو انو برتو سيو اسكاقا الاليو وشركي ايو نفاقي إيو ديك مسلم إنو حاران يهي زناد إنو حارامتها قمرادي حارامتها محرمات كي وينو برتسيو اسكا إلاليو إلاو حسن قول قفك اسكا ما إلالي كارير مركا وحيالها قفك إسلام نبادي سيبا إسان استاغين وإسان توسنانين هدو سنبران برشدود وواجب وعيني وعيني وحيالها كالي وقفك عن إسان ماذا قوسن أحكام النكاح كو صابسن قف كانوا قناع سلام ماهن أحكام تقناع سيغا كو صابسن قف كانوا قادم ماهن أحكام تقضاء كو صابسن فرض العين ماهن قف والبا فرض العين كو ماهن لكن داد كستقو المسلمين وملدقين داد يقان إلا قهلا واجبة سي قف كي أباها لأوه دي أحكام النكاح أحكام البيع أحكام تقضاء أحكام فراها بابنا وكالي قف كي أباها داد أوه دي إلا هلا وفرض كفائي وواجب لكن قف والبواجك معها لكن فيري مسائل مراركة قبل فرض الكفائية أبيغا مركة نحقش فرض العين يكون نغني أو تصالي قناعسي ينقلها تيري أبيغا ينب مركة قناعسي أحكام تكوت على خبرة فرض العين يكون نغني حيال أبا فرح الله سوقل هذيك اللي ربط إحلك إستيقي ما قرأت مركة علمي برشديسو لبدا سنو أيو أكلا قيب سماء مركو وخه علونا المساله ابو هريره العلم وعلم علم الا برت وواجب ادله انا waxaa kamid nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam hadith ka uuri balab alilm fariidatun ala kulli muslim ilm illa dalbah
لا راديو وواجب او فرض وي قف كاستا او مسلم هي فرض كنت لفظ الحديث واصلات وحقاره وحي ويان فريضه على كل مسلم ومسلمه اي قدر لكن سيد الصحاوي المقاصد الحسنه يريد لفظ قاسو سلمله كبر جدي حديثك لكن معناه صح او من كاستا يا غبر كاستا ايا طلب العلم واجب كيه اي واجب كيه وغير الشيق وهو علمه معرفة الله حلا هو الرأي يقفك واجبك كوا والله إنه برته إلهي إنه يقان سبحانه وتعالى قلبه سكاقران أيه إلهي إنه وحا لغو قرطا لغو برطا وآيات كيس شرعيك إي آيات كيس كونيك كوا سلغو برطا آيات كشرعيك إله النبي محمد كسو دجي صلى الله عليه وسلم آيات كسينات أقيده وحبداً تقيسته كنت تدبرت معاني دوله آيات كاس إناد فرفيرده سنة النبي إناد أقيده أسماء إلهي إيا صفات إلهي إناد أخلصته أو آيات تقيسته وحالو ببرت إلهي آيات كونه هبينك مالينك قرحضة ضيحة وحوياً مامولك كونك كسعودة وآيات إلهي اللي ببرته وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا يا وليه دولك آيات كسوغان لكن ذلك هو يقيني يحيي آيات كسوغان إذنك قابك أبو أبو رمتي لتكيد آيات كسوغان آيات وحل على علامات وحكة تستا دولكان قابك أبو رمتي آيات كسوغان إيا علامات اللغو قرطو أود الله هذينك إيا مالينك وآيات إلهي أود ديس اللغو قرطو وقتوس إيا إنك يدلك الله أبو ري إنه يهي أود كاملة مدلة علم كاملة مدلة وحو تسيان آيات ويهي آيات ويهي سيدة استرتد الله تسيان خارقي أبو ري أود ديسي علم ديسي كمال كودة أي تسيان العلم وعلم مسلمة وهر إذا الأولى مسلمة وهر إذا العلم وعلم وهو علمه معرفة الله والله قرشديسه وإن قفك الله قرطه قرش أي قدرته إنه إلهي أهو قانسمه شرعي سقاطه حاكم كذبته الله كليس أهو عابده قرش أي قدرته سلاس وإنه الله قرطه قرش أي قدرته إنه الله كليس عابده كليس إلهي أهو قانسمه شرعي سقاطه حاكم بكته كليس أهو حرمته قرش أي قدرته تاس وإن قفك قرط الله وحلقوا قرطنا الله آيات كيسا شرعيه آيات كيسا كونيه الأسماء والصفات هل كاسا لقبرتا ومعرفة النبي هي النبي ديسا كرشا ديسا علمي واجبك وحاكا مدعا نبيك إنا تقانا صلى الله عليه وسلم وإنا نبيك أقبرته نبيك وإنا تقرته قرشو أي قطران إذا كل زبيده إنا تشعلاته إنا تخمايده إنا دوه جانسنت وعالله وحاو الليمي وحاو كوشيغ دمان إنا ترميسته وإنا تغيته وعالله وحاو شيغ يوحي الله أصلا شيغ إنو يهي وعالله وحاو كارهيب إيو آت كهرته وحاو كأمر إيو أدوه جانسنته وآت سميده شرقه سأد حاكم كبغته وضن قانون يتصدر كل آدين إيمان نوع عاسا وإنا ترميده إيمان كبيرسية إنا تنبغي تشعلاته إنا تنبغي رميده إنا دوه جنس تشعي جيسه وحالله وحو الشيء إنه ريهيم بيه كمان نبعا إليهيم أرشكي جري كريم وإنا ترميده وصاس أبارته وحالله وحو كارفه بي أفكارته وحالله وحو كأمره أدوه جنس تشعي جيسه أد حاكم كبيرته بغرون تقته برا شهر كاسا وإنا تبارته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى يقول لي فلا فليس الأمر كما يزعمون ما هن أرنكو سيدا أي شيئان ينطبك أخوهم تبعي إلهي دينك سوحانه وربك ربك أغان كل بارتين نبقى صبرا لا يؤمنون إليسا مؤمنين نقولين ضدك حتى يحكموك إلا أي أدق حاكم كادفتان إلا أي لهذا وحكا ستولا اسكو قبطو ماشا لغوك ربحا وشرع النبي محمد إلهي سودي بي حتى يحكموك إلا أي حاكم كادفتان أدق فيما شجر بينا وح الله وحيس كادح قلو اسكو قبطان ثم لا يجدوا في أنفسهم حركة ك
kadibna markay adiga haakim ka dhigtaan xurumkaagu markuu cadaado aysan dibsano qalbigu raali ku noqdo ha thumma la yakidu aysan yirin fi anfusihim nafyalku la harakan wa dibsi ah mimma qadayta wa hadd hukmida wa yusallimu taslima wa ay xurumkaagu u hoggaansanaadaan dad waxaa la rabaa qofka nabi maxamed markuu garto inuu gaaro inuu ogaado mar hadii nabi maxamed ama ka soo fulo waxaa salaasanay hadii nabi ka soo fulo waxaa salaaga haro qofka nabi maxamed rumaysan qiyaar mal ah qiyaar waa dhamaad mar hadii nabi maxamed ama ka soo fulay waa inuu hoggaansantaa iimaanka laga rabo iimaankaas laakiin hadii baki nabi buu ku cadaado warkiisa lagu yiraa waxa nabi waa diin adigana waa dhaqankaaga wa aqeedadaan wa labiskaaga qaabka dadka u xirato wa qaabka tinta u jarato wa qaabka u nooshahay wa qaabka u shaqaysato wa qaabka u ibaadaysato nabiga diiday alwiin ka fakusi socota hada iimaanka laga rabi maayo lagaama hayo nabiga amray alwiin mana sameeyay oo u geysan meeyay iimaanka laga rabo waajibka kugu aha lagaama hayo ma garab حيار الروح ليه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مؤمنين هذا الكود وحاء مرحب دي اللي يقول الله يا رسول كي سكون كود حد دي اللي يقول اللي يقول هذا وحان آن اسكوها إنه كتابك اللي يسونا ده نبقى نكوك ربحينا مؤمن وركي سواحك لماها مؤمن كوركي سواحك لماها إلا هذا سمعنا وما قلنا إلا يري كتابك لها لغوك لبحي سنة نبقى وضعنا وانا يلا وأولئك هم المفلحون كوا سانا كنب الليبان قفك للليبان يا بيك وحال الليبان بطك كحاكم بكتا الله يرسول كيس كوا سانا الليبان إلى وحير سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا شيء اسكو قرطان مثلا عقيدة اسكو قرطان مثلا عبادة اسكو قرطان حلال يا حرام اسكو قرطان حق اسكو قرطان انا مليه حداد بوح اسكو قرطان فردوه الى الله والرسول الهي هو الى كتاب كيس يا سنة النبي العليم ابدا علينا اذا هو علماء وكتاب سنة العليم كرتا عمر وحي واجب كوة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذن كو علماء ويدية بنا علماء هين عام كتاب كافي لدى الله بهم كمان اتقان كتاب ما قرأت لكن إدى الله رأي الكتاب كيسو ما كافي لدى وام حي وإدى إلى بطك أصوى الدرية دكا يلي وحوى يدي علماء دك عامدي وحوى يلي ودكا إذنكو حتى من علماء هاي ويدي علماء علماء يلي محالة يلي إدى كتاب كيسو ما كافي لدى بس كمالك يوحي ويديان فأي إنه شيء جنيد هذي تانكي سيدا إن الله تعي سيدا إن الله قرحان ورهو شيء جنيد ee waxa uu sheegtaa kitaabkii sunnadu sidee dhigayaan u celi xagga dadka u celi misal kasto la soo qabto marka iimaan kala raba waa iimaankaas iimaan kala raba waa iimaankaas qofka wax weyn nabiga in hubeyay le ee hadana amarka nabiga khilaafaya naaru shaqaysanaya maaha iimaanka waajibka laga rabo falyahdari alladheena yukhalifuna hakabqan dadka khilaafa an amri nabiga amarkiisa am tusibahum fitnatun فتنة إلى أصيبتها كبقين أو يصيبهم أما هو أصيب عذابهم عليك هذا نبي أمر كيسا قلافته واحد سوئي ده فتنة إلى الدونك كبير لعضه آقلنا عذاب حنوب الله نكحونه لا بد ستوئي ما هدي أمر كي نبي أطبابي أطقلافته والله رأس واحد سوئي ده إمام أحمد بن حنبل وغيري أتدري ما الفتنة ما تقان في الميلة لشيء آيات وشيء واحد طاي ما تقان الفتنة الشرك فتنة لدون شيء واشرك واشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وعدي إكرتا قفك مركي يهديو نبي هذا الكيس وحكا مطقى قلبه يسئل كله إلاشه أو حقا كإيشه زيغ إلو كله خلاص مركز لأوه لكسم مركز هداد أمرك النبي أقرافته قلبه هذا الزيغ كله يا والله حتى دريك يتكبير هلاك أنا كوصب ناوي هلاك أيا كوصب ناوي ومعرفة النبي ونبي قرشديس قفوا نبي إنو قرطو نبي صلى الله عليه وسلم وحوليان صفاتيس معجزاتيس تاسلوا قرطا ومعرفة دين الإسلام يدين كإسلام كقرشديس علم واجبك وحكم ذا دين الإسلام إنا التقام هذا دين الإسلام بأقول حق إلهي كو عبيدي
وإن أتقن الدين الإسلام ويدلوا إلى الدين الإسلام وان محي وإن أتكتوا هذا كرت دين الإسلام هي قل أصحانا سيد علماء أهل السنة أي رهدين دين الإسلام وحال إلى هذا ما شرعه الله على السنة رسوله دين وحال إلى دين الإسلام ووحي إلى هاي كتيري رسوش عربك معنى رسوش وحي لوسو ديبي دين الإسلام وصاب ما شرعه الله على السنة رسوله دين الإسلام وحي وحي إلهي كتيري رسوش عربك وحي لوسو دين الإسلام ووحي نبيات إلهي أسو ديبي ها دين تقدال وحلوغان الضر حديث بقول قف وحسكت ما ضويح النبي يقول لي من وحنا هين أي شيء عن بقول عالم هديه الدين قم إلا إذ شرع إلى الدين كذا حقوله والله كريه الله نشر إلى الدين كذا النبي يالك يسوع دي بس ما من النبي محمد يودن بيت كتب ما يدش إلا يسوع دي ما شرته إذا دين الإسلام ما شرعه الله على ألسنة رسوله كاسوية مرك دين الإسلام الله معنى لي معنى معنى عام هي معنى خاص وانا مدى اشارك اني ادري شي محمد صالح العثيمين دين الاسلام ولا معنى لي معنى عام هي معنى خاص معنى عام وايت هاي هو التعبد لله بما شرع اسلام ما هو اللي يراه الله ان لو عبده اسو دين تو جديه منذ ان ارسل الله الرسل الى ان تقوم الساعه لقد صوت الله ومرك الرسول بصوت دري نبي نوح أول رسول أبوه لي نبي نوح أبوه لي نبي الله آدم مركا نبي بمرك صوت دري لقد صوت الله نبي الله آدم قبل الله إلا نبي أحاي رسولنا نبي الله نوح لقد الله لقد الله نبي أبوه لي الله صوت دري وحو ألا أتشري الدين هيا أصوت دري إن ألا لو عابد إسلامي إيه سيدا استرتيدا نبيالك الله صوت ري تم انت مسلمين احي بما انت مسلمين احي قد الهي هو جنس احي بك نبيالك را اين مسلمين احي يهود مركي نبي موسى الله صوت دري اي عرف صنايين اي طريق نبي موسى كنت صنايين مسلمين احي مركي اي دينتي نبي موسى بدلين غالوبي مركي نبي محمد ديدين غالا نقدن اسلامنا ما كبح نصارانا نبي عيسى مركي لا سو ديري دكي راعي دينكي سي كو توسنا مسلمين اي حي مركي بدلين دينكي نبي عيسى غالوبين مركي نبي محمد لا سو ديري اي ديدين اي غالوبين ضمان قف كاستو دين الله سو دجي الله كو عامل اي مسلم اها انا سيده قران كو عدينيه كو خيلينيه ايات فربدا نبي الله ابراهيم اي ويلكي سي نبي الله اسماعيل ربي بريا ربنا واجعلنا مسلمين لك ربي واحد نغدقتا لبا اديك كوهو جانسن ومسلمين اله لبا مسلم نغدق ونبي إبراهيم إيا نبي الله إسماعيل ويكسي سوما جديد ومن ذريتنا أمة مسلمة اله عرورتا يانا واحد كدقتا أمة مسلمة كوهو جانسن لك اديك كوهو جانسن مركا عرورتا دي إلهي وجانسن ضمان مسلمين احايا سمعت جديد أم كنتم شهداء وحضر يعقوب الموت مياد قول شوك أهيدين مركي موت كوي من نبي الله يعقوب عروتي سوي ديني ما تعبدون من بعدي عروتي ديو محاك أبو ديدان أنا قضاكي مريانكو ساسي أهاي عروتي ديو اللي تدار مجرين وانتحاني مجرين من ريسكو حضان الانتحال أبو ديدان حاد كسو نانا إذا حاد هاي صيران وحي فيرين أبل أيوب واجب كوديني قدت عروتي ديو النحية inay dariiq kale maana ka cabsanayaan maandees ka isku xirnaada aniga iska wada difaaca wax uga daranay jiray isku xirnaada inuu iska fiic laakiin waxa ugu daran waa maxay waa inay tawxiid iyo sunna u darbaranto oo tiray maandees ka ilaahay ku xirnaad ilaahay kaliis aabuda shirkiga ka carara bidcada ka carara balaalka ka carara dhiiga muslimka ka carara zinada ka carara tuugada ka carara qamrada ka carara qabyaalada iyo qurunka ka carara wax ay janna ku galaan naar uga badbaadaan waa inaad u barbaaranto markaas wax u qabato maxay yiraahdeen marka caruurti nabiyullaahi yaquub macbudu ilaahaka wa ilaaha aabaaika ibraahiim wa ismaaciila wa ishaaq ilaahan waaxida wa nahnu muslimuun
annaga waxaan caabudayna oo kus Allah ha adiga Allah ilaahay aad caabudi jirtay ilaahay aad waa caabudayna abayalka ay caabudi jiray oo ibraahim caabudi jiray oo ismaaciil caabudi jiray oo isxaaq caabudi jiray muslimiin aan noqonayna anagu ha islaamina nigu ogtay aab saasiida marka islaamnimo waa diinki ala nabiyalka u soo dhiibay oo ala nigu caabudo macnaha aan ka islaamnimo islaamnimo macna khaas ah ilaahay macnaheeda khaaska waxay tahay nabi maxamed markii la soo diray sallallahu alayhi wasallam ka gabaal diinti nabi maxamed lagu soo dejiyay ah islaamnimo dhulka korkiisa ka taal markii nabi maxamed la soo diray ka gabaal sallallahu alayhi wasallam waxa islaamnimo gaar ku tahay diinti nabi maxamed la soo diray maxaa yeelay wax alla wixii diin ahaa ee ka horreeyay allihii soo dejiyay ee joojiyay in lagu dhaqmo oo nasaqay oo diinta nabi maxamed ku nasaqay oo yidhi halkaasay ku ekaayeen laguma dhaqmi karo soo jeedi nabi maxamed waa in la raaca sallallahu alayhi wasallam sidaas darteeda qofkii yiraahda anigu waxaan ku sugnaanayaa tawraad kitaabkii nabi muuse lagu soo dejiyay markii nabi maxamed la soo diray ka gabaal sallallahu alayhi wasallam qofkaasu waa gaar muslim ma muslim maaha waa gaar ilaahay iyo rasuulba caasiyay laba sifu gaal ku yahay had koo wuxuu gaal ku yahay ilaahay buu diiday amarkiisii ilaa ilaahay tawraad soo dejiyay ayaa yidhi markii nabi maxamed la soo diray halkaasa tawradu ku eg laguma dhaqmi kara hadda kadib nabi maxamed hala raac ilaah diid ma tawraad waxaa ku qoran nabi maxamed hadduu yimaado asaga hala raaco tawraadna waa ku kufi nabi muuse wuxuu ka dardaarmay nabi maxamed hadduu yimaado hala raaco nabi muusena waa ku kufi marka waa gaal nabi muuse ku kufiyey nabi maxamed ku kufiyey allah ku kufiyey tawraad ku kufiyey kutubta allah ku kufiyey waa gaal hadda waa tawraad aan xaraf laga bedelin hadduu yimaado waa ku dhaqmo tan labaadna maba la hayaba tawraad saxaba tawraad saxaatay haalaheed mama haysa kara qof waynuu nabi maxamed raaca sallallahu alayhi wasallam ilaa iyadaa saacad kasta amraya nabi maxamed raaca ee wax munxaraf wax muxaraf ah ee la bedelay ee toban gacmood isku daba maraynay ee ayaa markii la joogada baadari wax ka bedelo waxna ku daro ee aan diinki alla soo deji ahayn gacanta ku hayo ay ku socdaan waa gaalnimo kale marka nabi maxamed la soo diray kadib sallallahu alayhi wasallam islaamnimo waa diinti nabi maxamed loo soo dejiyey waa diinti nabi maxamed laga soo diray ina diina inda allahi islaam diin ilaahay agtiisa waa islaamnimada oo kali ah diin kale ma jiro ilaahay aqbalay waman yabtaqi gayra alislaami diina qofkii dalba diin ahaan u dalba waxaan islaamnimo ahayn falan yuqbala minhu ma laga aqbalayo wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray oo tacabkood ba'ay kuwaasu ka mid yahay islaamnimadaas nabiga lala soo dirayna ma ahan diin iska socoto iska degayda ma ahan diin iska socoto oo iska degayda isdaba socota ee nabi maxamed oo jooga la qatimay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diinan allah subxaanahu watacaala nabigoo joogu soo dejiyey maanta laydin kaamil yari diinkiinnii nicmadii laydinkugu talagalay dushiina maanta lagu dhammaystiray nicmatulislaam ayadaas islaamnimadaas aana diin ahaan raalli aanan kaga ah ilaahay sidaas darteeda wax aan nabi maxamed iyo saxaabadiisi markuu joogay diin ahayn kadib diin ma ahan xalaal ma ahan waxaan waqtigaas xalaal ahayn xaaraam ma noqdaan waqtigaas waxaan xaaraam ahayn diin ma noqdo wax nabi maxamed iyo saxaabadiisi ka dambeeyey diin ma noqdaan ma noqdaan waxaad halkaas uga bogsoonayda cudur weyn oo hadday iskhilaafaan daliilka sharciga oo aayadda iyo xadiidka iyo qowlka ninka caalimka war caalimka qowlkiisu diin maaha mar hadduu khilaafo daliilka cad ma aha caalimka isagu musharic sharci dejiye maaha waa muballiq gaarsiiye wuxuu dhaxlay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamedoo dhaxlay caalimka diinka alle nabi maxamed ku soo dejiyo dadka gaarsiine waa asiiba marar fara badan marmarna waa gafay waa beru aadan caalimka hadduu marka ay cadaato maahan adigoo jaayin aan u malayn inuu gafsan yahay taabu macno male maladaa laakiin qofka alcilmiga marka u cadaato inuu qowlkiisu naska khilaafsan yahay waxa weeye itifaaq waxa inuusan qowlkaasu cilmi ahayn oo uusan ahayn diin hayla diin waa wixii alle nabi maxamed soo dhiibay
marka waa noocaas bil adillati adillo wa in lugu garta bil adillati waxa weeyaan sabdixida ku tanaasixayaan الأولى مسألة أبوها العلم وإن علم لا يشوح لبرته وهو علمه معرفة الله والله إن لقرته بالأدلة أدلة لقرته ومعرفة نبيه وإن نبيه سلقرته بالأدلة أدلة لقرته ومعرفة دين الإسلام ودين كإسلام كإلا قرته بالأدلة أدلة لقرته سيدة وناك بدأنا لقرب واحد طايف waa ka diin diganaaydo ilmi dhagood iyo kaan noqone waa ina dariin ku taqaan waa ina dariin ku taqaan adilladana waxay isugu jirtee adilla samciye wa aqliye adilla samciye waxa la yiraahdaa wax Alla wixii wixiga ku sugnaday waa alkitaab sunna adilla samciye baan naqasho ma farata bil wahyi alirada waa wixii wixii ku sugnaday min alkitaab wa sunna adilla aqliyana waxa la yiraahdaa waa waxa mushaahadada lagu arko oo ishaabada aad ku arkaydo aa sida qorraxda dayaxa habeenka maalinka aa wa min ayati al-laylu wan-nahaaru wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun waxa kamid ah waxa weyn aqliga waxa uu fahmayo Allah dhatadiisa wa qadiim wa awwal an aakhir lahayn هو الأول والآخر إلى مير كسب بالله مالك لما أبغي بيتبع الله عقلك وفهمه سيدوك فهم أنا واحد طهي حدير لقنيه لحا وقت أوسن الله شرين أصوى مرتين وكدب بيتبع الله أبغي وحا عقلك أبيه وفهم كرا هدو شيء معدوم أوسن شرين أصوى صانع وحسن يما نغكر من نغكر marka ilaahi weena subhanahu wa ta'ala ma soo maray waqti uu san mawjood ahayn wa qadiimun bilabtida wa horeeyay mal ka soo bilowday ma jirto aqligu nasa soo fahmo saarto a shay aan jirin saani wax abuura ma noqon karo ma noqon karo marka weyn isagu mawjood ahayn ma kasta ah waxaan garanayna oo ilaahi ku garanayna aqliga oo maxaa kamid ah wa mid quraanka lagu baraarujiyay والعقل ينكون فهمه مسكح للذين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وآيات عقلية لذلك القرآن كنا برع فيري وردت أبيغا أبيغا لابو أيضا إدكو أبورتين لأرك ميز وحجر إسكن نغط لا ما يمين إكرتا شو إيادة إسكود دايين إنا يوحى صدق أشرحا شو إيادة إسكود دايين قال هذا أبو حنيفة قرآن مرمين قال أبو حنيفة كلا مرمين ويرادين إركان يدلكان يبضهان يهدين كي مالنك ملا أبورين الله نما أوسان أبورين ووحسك الطبيعي هذا سوما جيد كسير ويني سوى جيسا وحي يربلا ويني سوى جيسا دوضة وفورة ماهن ماشان ويجانا وحي إيبتاك مركب إيبتاك مركب كاس واهرين واهرين it sawar timid naqoode mare id wada mare wala dejina waxa saarana laga degsan amka soo dhaqaajina saga doona id soo haray ma jirto meel ka soo qaadana ma jirto saga keena waxa saaran oo soo hara kadibna waa soo dhaqaajina waa keena marka taas yaan laga basaneen aadan taas la leeyahay aalim baa tahay muslim muslimna sheekay aalimna waa sheeganay marka salaad ah marka aan wax faray la erga iska rarma waxa aqligu ma ogolo إذا هذا الدعوة هذا النوع فرنت الضد قلت لك ربنا تقول صورنا عليه مركب فيه ومركب أديد إذن إن أيضا إطرق تيفه وإسكرار ماي سيد كوكينتين تضبط السمية تضبط الضوء أيضا إط أبو ورتل إرق إسكتشري هلين إيا مالنا إسكس صعد إيا إدوى الضل إرق يا هاي آوي عقلين فبهت الذي كفر وأفضل إرقان آيات عقلية وحجد وقعت كان النبي إبراهيم قال كن مرودها مركو يريد ربي الذي يحيي ويميت ورجال كاغان مروده انيغا ربي كان عابده وامتك وحنا دله وحنا نوليه كاش انا اخي واميت ام بو خوي دله وحنا وا نوليه اد بعضك يدو دمه وحي دله وانا ميل الله ماشي تكو ارت قف دنتي انيغا وي واخ كدنبي نمرود قف نو ماشي تكو ارت وانا وي واخ نفتي دلي ما هان لبا قف لو محبوس مين دلينا سيده ما هان تاس معنى وي مال وحوليه نمرود
سيدي لو حباب على توقف نفوك دعدي اذا كجي دواني حباب على توه نور صدنا نفط انا كوفوفي ها مركا وعيني مثل كاس اتشيغيدو هاني عاد مركا سوير هايه تن حجه كلام غورينا او كاسي عدان بابا جو واي هتاف لكن قال جامريل ماشي تشوف ها مركا سوير فاين الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ربي جاي قرح روحه ككينا هلكاس بري اه هلكاس بري وككينا صبح والبط كاسو هلكاس قلبيده وخيده فاتي بها من المغرب مالين خلاف انكو ارغنا اوودادي دنكا قلبيه ككين قرح يا دنكا او هذا كون ربي ما ملايط فبهت الذي كفر ايش عديقا واخبع ايات عقلي سجله اه قرانك وحبلان وارنت سو خيري مرك الايات السمعيه والعقليه كواسا لوو غرتا الله كواسا لوو غرتا الله او لوو باطا او لوو فهمه سلاس ويه ما بقى عبد الله السمعي قال لوو برتا محمد رسول الله والمحمد ورسولك الله اه محمد رسول الله والمحمد ورسولك الله والذين معه اشداء على الكفار وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والمحمد وكلم معه رسول اها استغرتيسنا رسول اتك نبي محمد وحل لو غرتا صفات دي سقالقه رمت عدالته وحوين الصفات دي سا لو غرتا اوقف كذاب اه يا نبي ما اسكو اكرا ما اسكو اكرا الا قفك اصلا النبي هي النبي ما شفت وانت كانو بيان بدا قفك بيان بدا ما جرى سوما قفك دبك ugu been badan waqf asala nabi ah nabi sheekh nabiyal kuna waqfka dadka ugu run badan soomaa ma dhici karta inaad kala gara weydo dadka oo dhan qofka ugu run badan iyo dadka oo dhan qofka ugu been badan isku ka kara dadka dhan ay beenata marka nabiga adilada sharciya lagu garana adilada caqligana waa lagu garana diin islaam adilada sharciga ha lagu garana in diina inda allah alislaam ومن يرتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام الدين ليش هاس مثلا مناسب شيخ وغيري الله مرك الله برنا وإن أدل قفك كبرتا أدل سمعية عقلية نبقى وإن كبرتا أدل سمعية عقلية دين توين كبرتا أدل سمعية وين كبرتا شو متي وين كبرتا كوارم قفك عامل ايه وانا سب وحده لي شكري الله شرح دينك والله شرح توحيدك الله شرح ولا معنيه وحال لو ادي توحيدك نفي اثبات انه اسك ساري وحال لي لا اله وحي دين الى ضمان وحال عابدو الا الله الله عباده اسغيدا محمد رسول الله معنى هو وحي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلهي ما دورتي وسوب إلي دين قد كان كو واجبي الله راك نبي هو إنا تقان إذن يراد إنا ما انتفضي أمير أمير استاد نبي محمد هو يديس بالشيء أمير بنت وهب ابن عبد مناف ابن الزهر ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن اللؤي كيس يقصد عن نبي ويدي سي أبيس كيس يقصد عن ده هو الدين وعبي أكرت أيار إني الشيخ قام معلمين بركيسا الموحيدين ويدوكسيد أفضليا إيه لكن ده هو الدين سنة كان باللاعب كي كبض عكتا قاضي إمسا كي جواب إذا دون مرينو يا المرء كنتم دعمدو إسلي تاجمي بلس كيف ذلك يكون بدك هتاني رأي ملعيده ده هي السوق كفرها هي السوق ابن الله ده ملعيده ده يكوحها يترى باني ده كوك حتى وقت كفر سما أنا كريه يقول يسولي مدول ما أوصوك الله المرين لكن نبي محمد هو يدي استريها باني ده انت شيئا إذا يرى وإيا ومعلمين بركيسا ومسولية أمانة دريمية دعانك أقلي وإسرائيل إيه ارتسى لقوة دينا وأمان وعروك إيه بحشي أيك جوابي سمو الله المستعان نبي روح لنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم
ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ان هو يدي اسم واحد لأمينة بنت وهب ابن عبد المناف ابن الزهرة ابن كلاب هل قاس اسم صنع ووغا شناد النبي اسم صنع ووغا شناد النبي اسم صنع سوى جيدين مركا وانا ساس اتقان دي الولا نبيغا شيخ قطر النورة لغا أبوري ما بتقاني الولي حاطرون يسانتور ما بتقاني نبيغا صلى الله عليه وسلم آبي هوي لا تلين ليقان بد نصب كود قيمة بدأي هوي ليقان نصب إلى هاي الدور تشرف لو كسو جيدا ملائكة النور لغا أبوري سيد حديث المسلم شمكن هرحدد هالآية لغا أبوري خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما يوصف لكم حديث صحيح مسلم ملائكة النور على أبوري شمي كان دبه الآية على أبوري نبي آدم وحي إلهي القرآن كإن كوت الماما على أبوري بابا نبي كان سبحانه صلى الله عليه وسلم نبي إبراهيم كوابت الصدع هو يأي آدل يقانا طلين وإن أساس برطة هذا هو مركا قفك إنه أدي لكو بر تواصيدي الوفعنا لكن هدوس قفك عامل أوسن أدي لكو برم الله شرح التوحيد قل لي إله لا إله معنى روح وينطمان وح إله قير كيسو لعابده إبادة الديني إلا الله الله إبادة أسوغي سيسترك إذا لا إله إلا الله معنى روحي إذ إبادة حق لهمتشرت الله معهاني محمد رسول الله إن معنى روحه محمد ورسول الله ما صدري وإرجي الله صدري دين صدري بات كان كويت بإلا راعه أو ساس أو يقينيه واحد كست أو دين أه أو دين تنين محمد أنا حين أبريء كان نقضه إد كست لعابده أو الله أنا حين أبريء كان نقضه وحنا ما لقبه كان أقول قفكاس حتى هكاد إنو سنقول أبلام قفكاس موصول معنى إسلام لماذا سوى دليل كلمة يقين والله شرحي وهو يقيني يقين عن شك كتشرين إد إلى الحق له مجرد الله ماهن إد إلى الحق له مجرد الله ماهن لما انتكروا العبادة بادلة وعبادة الله كريم يسحق له وعبادة ساسو يقيني وهو يقيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإرقه إلى ناس صادري إلا خراعه وحكستو ليمت لغميه وهو أمره إلا سميه وهو غيري لغهره شرعي سكري على اللي هو عابد الواجب ساسو بني وهو بريء كان مغضي الدين كستوق إلى سنتين تنين محمد صلى الله عليه وسلم قف كان نوع عاسا إيمان أصغ معنا ويسكو كلاف المسلمين إن أصغ معنا إنك قف كاس أنه يحبد لشكل قول كأهل السنة والجماعة وهو إيمان أصغ معنا قف كاس قول كأهل السنة إلا المسلمين أسكو كلافانكم كما أنا بهن أهل السنة أسكو كلاف مسلمين تأسكو كلافين قول كأهل السنة والجماعة أي كتغن أقلب كود واحد إسكبا لأكت واحد أهل السنة إنه خلافه لأكت لكن أكثر كأهل السنة أي سكوا وافقين ذات كاسوا المسلمين أن ولدوا في كاد برا أنت الساس ووش رحيت وإذ كوكو خنسا مسلمين وي لبعض نقليا كسوا النقلين نقلي كوباب وشرح صحيح المسلم كإمام النووي رحمه الله باب كنا باب السؤال عن أركان الإسلام باب كأ جزك كوبية صفحة بغل تضباطن يكو حديثك وحديثك أنس ابن مالك الكوتري إماتنك ضمام ابن الثعلب والنبي أجمي صلى الله عليه وسلم حديثك اسمه حديثك اسمك وشرح أيه ووهيري إمام نور رحمه الله سقو قصه ونقلين أي أبو عمر بن صلاح قال أبو عمر بن صلاح ووهيري رحمه الله وفيه حديث كالضمان المستعلمة ملكو يبدا نبي وأشر حين ورسولي قاسوكم وحنور كرمي ملكا وغيري أبو عمر بن صلاح وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء حديث كان وحا قصوكا تصد وتصايه إنه صحيه عقيدة أي كتاكين أئمة علماء المسلمين ومحيوه وحا كتاكين من أن العوام تتك عام رأى المقلدين علماء رأي مؤمنون إنه مؤمنيه فاسكوا التجاه
وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما من غير شك وتزلزل. وحليري وحلو كفتوما عمرا كلية إن الحق عقيدين عقيدين قوان عن شك يتردد الحين انت صالوه كفتوما انت صكفر ولو كفتوما مركز سوري خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة سيدا أصبحا كو خلافين أهل السماء هدانا هاي بذكا سيدا سديدي المعتزلة دا. المعتزلة واحدة رمية قفوا إنو دليل كارا وإنو واحد دليل شداء ساسي لي مركا قابك حديث قلتو سيوشان وغيري وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعريف رسالته وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك. نبي الضمام بن سعلمك الشيغي نبي صلى الله عليه وسلم مركي الشيغي ضمام بن سعلم إنه رسول حق إياه شيغي داس نبي الشيغي كليه اعتماده كربي إنه نبي رسول حق إياه نبي كما إنكرنا مدهن وارور عنك الشيغي كما في الناء الدلاء إنات برطالة عنها أود واحد بريشته أود عقلك وحكوفي لده او اد جسد كيغا فيردو او دلا عقلي يكو وسم يبا اد فيردو ما وسمي انا بغا اوكري قاف او اعتمادي انو انت اعتمادي قولك ما اسكتني تاس ماركا وحي كنتو سيدان اعتزلدو اني قولكاس خلاف سنتها نقلي كليتو حنا كسو نقلينا ان ابو محمد ابن الحزم كتاب كيسا الفصل في الملل والأهواء والنحل تابك اللي رأيه شنت مجلد كأفراد صفحة الليحدة إيا تضبع ببعد بيروت ويمدن كقرب على ديرهانيك مدن مكتبات بان عمر المخضار تعلم دان عدن ووافق صنط أيضان وكفيري سيدا مدن كقرب على ووافق صنط وصفحة راسو كجي اللي هذا كان ووين أقفت بك وين واقو سمي مقلب ما انصح ايمان كيس مثلا ما انصحي وبك وقبت مركو وقبت هاي ووهيري ذهب محمد بن جرير الطبري والأشعرية كلها حاشة سماني وكنت محمد بن جرير الطبري اي أشائر دم انكال حفلهين مركو سماني ولاد كليرا لغه ريابه سواكو قلافي انتو ذكالي الى انه لا يكون مسلما ان انقفكم مسلم نقنين إلا من استدل قف واحد دليل شرم مهنا قف واحد دليل شره أدلة السمعية عقلية لي ما يرم مهنا إنه سم مسلم نقين قف وإلا فليس مسلما حتى أنساس لغير المسلم قفكم ماهم وقال الضبري ابن الشريف الضبري وغيري من بلق الاحترام أو الإشعار من الرجال والنساء أو بلق المحيط من النساء قف كان جاروك هالي على ما يقولوا كان جاري وشجع ابن جرير وغيري رجع يضمرك قفك مري أي كتم عضو إلا ولقو كان جاره أما ستين تهاش كصوت عرفته إلا ولقو كان جاره أما جبت لي عدد دي عدد هشة إلا ولقو كان جاره خلافا للكفار قالوا أن خلافا إنه أيه بس ده يتمسك يقول كان جرت قالوا سيشجعتي أنا إلى هذي سك وجب كان جرت وابير كور إلى هذي سك كان جاري لكن قال ساسا وتستورة سجى مركز وغلي قفك كان جاره ولم يعرف أن جرم الله عز وجل بجميع أسمائه مرعيالك صوتاً أنكو جرم وصفات تلميمه سأنكو جرم من طريق الاستدلال تقليد مية وضع أسبع وحد ليشنا ينأنكو جرم فهو كافر حلال دمي والماء وقال ليجي سمائك حلالية ابن جرير الطبري وحدها سوي جديد مركز وغيري ما دام اي ساس تحي مركة ما دام اي سداس تحي وغيري وحي واجبة وقال انه اذا بلغ الغلام والجارية سبع سنين ما دام قفكو قال نقونا هدوسا وحد دليشان قبر كستا يويل كستا تدرسر مركة الجاران أبها على إيه هو يبقى شيء ولده الواجب وحقه إلا برا واحد دليش ألقوا بالله أنت سقين جاري إلا واحد دليش ده إركان موجه دمان ده
sidoo weyn badan yahay allah abuuray marka irkaan uu kuna tusaya allah abuuray ilmi kaamil iyo wad kaamil inuu leeyahay qoraxda soo baxday maandhay ma arkayda allah soo bixiyay allah hiday ha hal daqiiqad inay san wax weeyaan maalin la weynaa ma jirto ila farsamaa ku dhacda maanta qoraxdu wariyay miyad ma qashay maxay ku tusayda allah maamulay wad kaamil inuu leeyahay ilmi kaamil soo dhigid wax kasto banu aadan sameeyay naga raali ahaada ila farsamaa ku dhacday dadka BBC da shala gala iyagoo la halkeen haddii adduunka tan dawladda ugu weyn leedahay ila farsamaa ku imaanay ha ma garatay ayra boorki waa isla xamar waxa qaldan diyaarada soo daatay waa la xiraa sagana laga ma duuli karaa leey ila farsamaa tin alwiri marka laakin qoraxda iyo dayaxa wariga ila farsamaa ku tiin meel maqashay maya hadda maxay ku tusayda inaan makhluuq maamulaynin ee khaliq maamulay ha wa in xaruunka saas loo soo tarbiyeeyo loo soo dhisa saas uu leeyahay waa waaj ha waa waaj saas uu leeyahay aan ashaaciradu taas isaga ku qiraateen ashaaciradu waxay tiri maya ila ay qaan gaaran waaj maaha mar alla markay qaan gaaran haday wax darisho diidana waa kafar ha waana roo inu jeerina soo jeedo ha kafara way haday wax darisho diidan oo halku ka keenay dahara loo soo baray bal fiiri naxariis darada sadarteed ashaabu salaam tii wuxuu yiraahdaa ahlu sunnu wa arhamu nas dadka iyaga uu naxariis baa ha iyaga uu naxariis baa war qofka sharta laga sii ilaahiyo yiraahdaa waa waajib ha wana xaqiiqay inay waajib ku taabiyo hooyada inay caruurka si tarbiyeeyaan oo tawxiidka iyo sunnada iyo waajibaadka ay baraan maxramadkan uga digeen soo qayn gaane shaki yar may dilegaygana waan ka doonaa insha Allah wax kamid mararka gaba قال ابو محمد وهو يري ابن الحزم وقال صائر اهل الاسلام الشاعر النجر امام مفسرين النجر وقال صائر اهل الاسلام مسلمين انتوا ذكلا وحي الاهدين كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه قف كست او قلبك كعقيده عقيده وسن كشك اسمعي عقيده وسن كشك اسمعي وقال باللسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عرب كان كيادة إذا أحق المجرد الله مهاني محمد نوى رسولك الله عرب كان إنت كيادة هذا وأن كل ما جاء به حق وحكستو النبي محمد لي مدوى حق وبريء برينا كان نقضى من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم برينا كان نقضى دين كستو قلالة دين تنبي محمد فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك ومؤمن ومسلم انت صحيح واجبكم اهم ساسوري ابن الشيخ ابن الحسن صفحه انا ايوا شيخنا هي بك والله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد